خلينا نرجع للشأن الداخلي المحلي عندنا هنا، وقصص إنسانية الحقيقة جميلة جدا. في قصة إنسانية، أو هي بلغة الصحافة ولغتنا في الإعلام بنسميها فيتشر، يعني بتقدم فيها شخصية معينة، بتعمل عنها زي بروفايل أو بتعمل عنها قصة، بتحكي قصة نجاح في حاجة، بتحكي مشكلة في حاجة، تحدي في حاجة، مأساة في حاجة. في الحقيقة قصة إنسانية لفتت نظرنا جدا في مساء دريم، نشرتها جريدة الوطن وكتبها 2 من الزملاء الصحفيين، بنعرضها يعني النهاردة الحقيقة، يمكن مساهمة من البرنامج ومناشدة أيضا لمساعدة بطلة هذه القصة. بطلة هذه القصة هي السيدة هويدة أحمد، هي بالأصل كانت ممرضة في أحد مستشفيات مصر الجديدة، يعني إحدى مستشفيات مصر الجديدة المهمة والشهيرة جدا، وحضراتكم عارفين مهنة التمريض أصلا هي بطبيعة الحال كمان إحنا عندنا عجز في التمريض، فأي ممرضة بتشتغل في مستشفى كمان كبيرة يعني ده بتبقى يعني حاجة مهمة. فإنها فجأة تلاقي نفسها إنها مضطرة أن تترك عملها كممرضة في هذه المستشفى، وأن تتجول في الشوارع حتى تستقر في مكان تبيع فيه ليمون ونعناع. فدي قصة الحقيقة لفتت نظرنا جدا، عايزين نعرف تفاصيلها إيه. خلينا ناخد هاتفيا الزميلة الصحفية منى العشماوي، زميلتنا الصحفية في جريدة الوطن. يا أهلا بيكي. اهلا بيكي، ازيك يا منى؟ عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام، وأنا بتابع الحقيقة كتير من الفيتشرز يا منى اللي بتقدميها، و عندك لمسات إنسانية كده الحقيقة مع ناس بتعرفي توصل لهم بشكل يخلي حتى القارئ قادر يستوعب إنه دي مشكلة عايزين نفكر فيها في حل. فأنا عايزاكي تحكي لي كده الأول، وصلتوا إزاي للسيدة هويدة أحمد؟ اتعرفتي عليها إزاي؟ وإيه قصتها بالظبط، إنها من ممرضة فجأة تبقى ماشية في الشارع بتبيع ليمون ونعناع، ليه؟ إيه اللي حصل؟ الأول أحب أقول لك يعني بجد أسعدتيني جدا بالكلام اللي قلتيه ده. أحكي لك عن هويدة. إحنا كنت أنا وزميلي رامي الجزيري كنا رايحين بنعمل شغل يعني في فيتشر تاني إنساني، وفي نفس الشارع لفت انتباهنا كده واحدة ست قاعدة كبيرة على كرسي جنب كشك، وعينيها تحسي إن هي يعني عايزة تعيط بس حاسة بدموعها، وفي نفس الوقت يعني هي باين عليها برضو يعني في حاجه مش مظبوطه، تعبانه. ولفت انتباهنا اكتر ان في واحد يعني شغال في الكشك بيقول لها بصي انا يعني هسيبك تقعدي وكل حاجه، بس يعني انت قادره تشتغلي اصلا؟ فدخل لنا اللي هو ندخل نتكلم معاها ونفهم منها يعني ايه قصتها وكده. عرفت ان هي جوزها متوفي من 38 سنه، وان هي بتصرف على اولادها، كان تقريبا 4 اولاد وبنت. وبعد كده حصل ان هي بقى كانت مضطره طبعا ان هي لازم تشتغل، فكانت هي شغاله كده في تمريض، وهي اصلا خريجه تمريض اسكندريه، هي جت القاهره عشان جوزها كان سواق بيشتغل في القاهره. وبعد كده بقى بدأت ان هي عادي جدا بتشتغل تمريض في مستشفى يعني معروفه في مصر الجديده. مع الوقت بقى مع سنين كتير حصل ان هي اكتشفت من 4 سنين ان هي عندها كانسر ورم في المخ، وبدأت تاخد بقى علاج كيماوي وكده. فكل الحاجات دي خلتها ان هي ما تقدرش ان هي يعني تشتغل بشكل كامل كممرضة. طيب هي فبدأت معلش يا منى سؤال، هي ما كانش عندها تأمين يا منى على نفسها في المستشفى اللي كانت بتشتغل فيها؟ لا هي حتى هي بتتعالج تبع معهد الاورام، فهم ممكن ما بياخدوش كانوا فلوس منها، بس كانوا بياخدوا فلوس من لما بتغير دم، لان هي فصيله دمها كانت نازله اللي هي او، فما كانش بسهوله بيبقى في حد ان هو يعني مش بسهوله تلاقي حد، ده فكانت مضطره تقريبا ان هي كيس الدم دلوقتي يمكن سعره عدى 700 جنيه تقريبا، اه صح؟ بالظبط هو يعني ده. فكان دي قصه. في نفس الوقت برضو هي عندها بنتها وابنها ماتوا، بنتها وابنها ايه؟ ماتوا. دي ظروف طارئة حادثة يعني. ولا مرض يا منى؟ لا واحدة ماتت، هما الاثنين يعني نفس السبب، بس سبحان الله يعني واحدة ماتت كهربت ماتت، لا 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 وابنها برضو كهرب يعني في شغله سبحان وبرضو الله. مات، بس يعني في يعني سنين مختلفة يعني ايام مختلفة، فاهمة؟ طيب فسابوا لها بقى ايه اولادهم، لان يعني مرات ابنها قررت ان هي يعني تطفش وسابتهم وسابت اولادها، فهي بقت عندها 6 احفاد.
غير ولادها اللي فاضلين، ربنا يبارك لها اولادها فيهم. الفاضلين بقى اتجوزوا، الثلاث ولاد التانيين اتجوزوا، بس طبعا مش بيصرفوا عليها يعني، يا دوبك يعني بيصرفوا على نفسهم، وكمان بيطلبوا منها فلوس. فبدأت بقى ان هي من سنة اشتغلت بقى في ان هي تبيع النعناع والليمون في الشارع. فطبعا بقى الموضوع بس ده فيه رحلة، مجهود. رحلة النقلة دي يا منى أنا استغربتها قوي، من ممرضة في مستشفى كبيرة لأنها قاعدة في الشارع الرصيف بتبيع ليمون ونعناع، يعني ده عشان جالها كانسر، يعني فين المستشفى اللي كانت شغالة فيها؟ فين؟ أنت بتقولي لي كانت في معهد لا الأورام بتتعب، بس طب يعني ما ده برضو منتهى لعدم الأمان بالنسبة برضو لحد طبعا بيشتغل في المنظومة دي نفسها. ف طبعا، طيب وخصوصا كمان ان هي كبيرة في الخمسينات يعني من عمرها، والموضوع بالنسبة لها برضو صعب، وحتى المرتب في المستشفى مش حاجة يعني. ودلوقتي بتصرف غير على مرضها وعلى علاج الورم اللي عندها، بتصرف كمان على ولادها وعلى أحفادها اللي من ولادها اللي توفوا الله يرحمهم. بالظبط. طيب أنا وكمان عارفة بقى إن هي هي رفضت إن وشها يطلع، وهي واضح إن رفضت انه مش هيطلع، لان هي بقت مش عايزه تعمل مشاكل اولادها، او برضو يعني في المستشفى او كده، فما كانتش حابه انها تطلع بوشها، فعشان كده كنا حتى واخدين الصوره بالجنب. طيب أمانة عايزة توصلي صوتها لأي حد دلوقتي، من سواء من أهل الخير اللي بيسمعنا اللي يحب إن هو هي يساعدها، كل طبعا هي كل اللي أو بتتمنيه. لوزارة الصحة الحقيقة إن هي برضو يعني تشملها برعايتها برضو، علاجها على الأقل مثلا المتطلبات الأساسية. هي برضو في واحدة كانت يعني بتعالج مامتها والدتها يعني، وقالت لهم يعني، قالت لها لو مامتي ان هي خفت انا يعني هبقى بديكي، هدفع لك فلوس الدم. بس هي كل اللي بتتمناه يعني، هي حتى يعني كل اللي بتتمناه مش ان هو حتى حد يدفع علاجها وكده، كل اللي بتتمناه ان يكون ليها مكان ثابت تشتغل فيه، شغلانه تعرف تشتغلها، بدل ما هي بتتجول في الشوارع، والموضوع صعب قوي وهي ست كبيره ومتعب جدا يعني بالنسبه لها. انا بشكرك يا منى جزيل الشكر، بشكرك على الفيتشر اللي عملتيه ده وعلى نقل الصوت الانساني ده. زميلتنا منى العشماوي الصحفيه في جريده الوطن، يعني عايزه اقول اصل فكره ايه برضو، ان دلوقتي الوقت طول الوقت احنا عايزين نجري ورا القصص الغريبه والقصص اللي فيها كده حاجه بتعمل ترافيك وتعمل مشاهدات وكده، وبقى كتير مننا بينسى الحقيقه موضوع انه في جوانب انسانيه لازم اخد بالي منها. يعني الست دي اللي بنتكلم عليها، الست هويدة أحمد، يعني لما تقول لك الشكوى غير الله مزلة، أنا مش أنا أنا نفسي حد يساعدني بشغلانة، أنا يعني ست في الخمسينات من عمرها عندها ورم في المخ، عندها تعب كبير جدا، مرتبها من المستشفى طبعا كانت ممرضة لا يكفي أي شيء، بتصرف كيس الدم الواحد في نقل الدم وهي فصيلة دمها أو، فكيس الدم الواحد اللي بتحتاجه في حدود 700 أو 750 جنيه، بتصرف على ولادها اللي هم متجوزين بس مش قادرين يصرفوا عليها، ده هم بيطلبوا كمان منها مساعدة، وبتصرف على أحفادها اللي من ولادها اللي توفوا. ومع كل ده يعني ما قالتش لزميلتنا منى ان هي عايزة مساعدة، ولا قالت لها والنبي انا عايزة دخل خالص، بتقول بس ساعدوني عايزة الاقي شغلانة محترمة يعني على قد مجهودي ومقدرتي. فدي الحقيقة ده نموذج يعني نقف كلنا جنبه ونتكاتف إن شاء الله، أنا واثقة بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله، يعني إحساسي إن في ناس من أهل الخير هيتكلموا ويطلبوا إن هم يوصلوا للسيدة دي، نحاول نوصلها بحضراتكم نوصلكم بيها وتتعاملوا معاها بشكل مباشر، أنا عارفة إنه أهل الخير كتير في مصر الحقيقة.